اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. كل واحد ربنا مطول باله علينا، نطول بالنا على بعض. طول البال كويس، الرحمة كويسة، الحنان واللطف مع الخطاة زي ما المسيح غفر لينا، والمعاملة الطيبة جدا للناس اللي بيقعوا في التجارب الوحشة دي. المعاملة الطيبة والإحسان واللطف وطول البال يتوب. لكن إذا كان واحد فينا يعني يتاخد في حاجة وحشة وبعدين يتلفظ، يبقى مكروه وكل الناس تدينه وأهل بيته يكرهوه، هيتوب إزاي؟ لو ليه دين حنينة ولطف وتغاضي عن الحاجات الوحشة يتوب. أو قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة لئلا يعتسف الأعرج بل بالحري يبرأ. يعني الإنسان اللي يتعطف على الخطاة يسوع يحبه أو مسيح محب الخطاة. فالشكاوي ساعات تيجي، الله ده بقى وحش. طب اللي خلاه يبقى وحش ربنا قادر يخليه كويس، يرجع. بس مش هيرجع بالسلبية ان احنا نعامله كخاطي مذنب منحرف مدمن مقرف. كل ما نقول الحاجات دي كل ما هو يتحطم اكتر. لكن اذا لقى حد يحب الخطاة، مش كتيرة دي، ما المسيح حبنا واحنا خطاة، مش المسيح محب الخطاة؟ اسندوا الضعفاء. يعني اي واحد الست بتاعته عيت يعمل ايه؟ يرميها؟ اسندها. الراجل غلط يتسند. يعني انا مش بستبيح الغلط ولا بنمجد الخطايا، لا لا سمح الله، لكن بقول سلوكنا كمسيحيين. والامثله في ذهني كتيره، مئات مئات من الناس اللي كان عندهم حكمه روحيه ورحمه كسبوا الطرف الاخر، كسبوه بالصلاه بالاتضاع بالطيبه. لكن لو الواحد الطرف ده والطرف الثاني أمله كأنه هو النيابة والبوليس يخسر، مش سكتنا. اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. كل واحد ربنا مطول باله علينا، نطول بالنا على بعض. طول البال كويس، الرحمة كويسة، الحنان واللطف مع الخطاة زي ما المسيح غفر لينا. يعني لو واحد عمل فيها فصل جامد قوي والآن بعمله بكل الحب، بعد الفصل الجامد يروح يحط رأسه على المخدة يفكر إيه الحكاية دي. لا تقاوموا الشر، اغلبوا الشر بالخير. لا تقاوم الشر، لا يغلبنك الشر. لو واحد يعني وصل في الغضب والنرفزة إلى مستوى كبير كده والتاني قدامه متضع هادي، طب يعمل ايه؟ العيب فينا ان احنا يعني بنبقى زي الأنداد، كلمة بكلمة، حركة بحركة، مضايقة بمضايقة، وبعدين كأننا بنتاجر في بضاعة فبتزيد. يعني الواحد بيتاجر في البضاعة ده أخذ وعطى، ها ها ها، فتلاقي الحكاية حتى التون نغمة الصوت ها 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 ها. طب لو واحد بيهيج أو يغضب والتاني وديع، خلاص